مكياج، انت عايزه مكياج؟ عايزه مكياج ليه؟ تعملي بيه ايه؟ بتشاور. يا صباح الجمال على الناس الجمال، احنا مطبقين عشان نعمل الفيديو ده. لا مش عشان الفيديو، علشان مواضيع الفيديو، لان طبعا احنا المفروض ان احنا نشاركوا حياتنا. لا وهم طلبوا ان احنا نعمل معاهم تحضيرات العيد والروتين بتاعنا، فهي دي تحضيرات العيد. انا كل عيد يعني لازم بيبقى فيه الحوارات اللي احنا بنعملها ده. معلش يا الكاميرا بتتهز، اللي احنا حاطين الكاميرا على اسمه ايه بتاع ده، اسمه ايه كان بيتريق عليا عشان انا كنت ماسكاها. تابلو العربيه وبرضك بتتشال. لا الهزازان عادي، ده هي الفكره كلها، انا بعرفهم ليه بتتهز. يعني المفروض دلوقتي احنا مطبقين علشان كذا سبب. اولا لان الوقت جري خالص، واحنا داخلين يعني خلاص فاضل يومين على العيد تقريبا. كل سنه وانتم طيبين. المفروض عندنا كذا حاجه المفروض احنا نعملها في اليومين دول، حاجات كتير جدا المفروض تحصل في اليومين دول. اهمهم تجهيزات المطبخ، لان المفروض احنا الراجل اللي شغال في المطبخ موعدنا ان هو يركبه لنا قبل العيد. لو فعلا حصل لازم المطبخ يبقى جاهز والحاجات اللي احنا هنعملها تبقى جاهزه. الحاجه الثانيه ان في مشتريات كتير المفروض ان احنا هنجيبها، مهمه جدا، وعايزين نجيبها لمده 6 ايام او 7 ايام عشان الحظر اللي هيبقى موجود في العيد، واحنا مش هنقدر نخرج بالنهار عشان الجو بقى حر جدا جدا جدا. ما بقاش يطاق. الحاجه الثالثه ان في مشتريات لملابس العيد اللي احنا معودين عيالنا ان احنا كل سنه بنجيب لهم. هم مالهمش دعوه بالكورونا ولا الحاجات دي، ما بيفهموش الحاجات دي. يعني حتى لو هيلبسوا الهدوم دي في البيت، بس لازم هدوم العيد تيجي لهم برضو علشان ما يحسوش بايه، يعني بان في مشكله. يعني نحاول نطمنهم من ايه، ونحسسهم ان الدنيا جميله يعني، وهي الحمد لله جميله ان شاء الله. ان شاء الله خير ما تقلقوش. بس والحاجه الثالثه طبعا تجهيزات العيد الطبيعيه بقى، الاكل والكلام ده كله والاجواء. في عادات بتاعتنا لازم كل سنه تتعمل بالظبط. في عادات كده احنا متعودين عليها من زمان، فلازم برضو نفضل محافظين عليها. فطبعا اول حاجه هتعملوها دلوقتي ان انتوا تضغطوا لايك حالا على الفيديو دوت، وتروحوا تتابعونا على الانستجرام، علشان في مفاجاه كبيره جدا هتحصل على الانستجرام قريب جدا لمتابعينا على اليوتيوب. فروحوا احنا هنعملها هناك على الانستجرام، لان هي ما تنفعش تتعمل على اليوتيوب، ليها علاقه بالتكنيكال يعني وكده. فروحوا تابعونا هناك علشان تعرفوا ايه اللي احنا هنعمله. وطبعا الناس اللي مش مشتركه في القناه تنزل حالا تشترك حالا، لان ما يعني خلاص ما بقاش ورانا غير بعض. طيبين عيد بقى، يعني نعيد مع بعضينا كده. لان العيد خلاص. وفعلا الغاز مش مستهلكه الفيديوهات ان شاء الله كده. يلا بينا. احنا جبنا جاز درجة الحرارة 44، والله العظيم في العربية اهي جايبة لي 44 درجة مئوية. جبنا الحاجة ورانا والشنطة مليانة الحمد لله. الدنيا عاملة ايه؟ كل المحلات وكل الناس اللي بتبيع بيقولوا لنا ان هم هيقعدوا فترة طويلة مش فاتحين، فخدوا بزيادة وبتاع، هم اللي بيقولوا لنا. والله احنا كنا هنجيب حاجة 3-4 ايام، لا جبنا حاجة كذا يوم. فانتوا برضو حاولوا تاخدوا احتياطاتكم برضو، لو جنبكم محلات قليلة ولا حاجة حاولوا انكم تجهزوا حاجة. احنا مش بنعمل يعني دعوه لان الناس تنزل تجري تشتري حاجه، بس هي محلات فاتحه، بس علشان فعلا محلات الحكومه قالت المحلات هتقفل، فده في عيد. ربنا يستر. وهي اصلا في الاعياد المحلات بتقفل، وربنا يعلم بينا في درجه الحراره دي ان احنا ما ننزلش نجيب حاجتنا فعلا، حتى لو مفيش حظر مش احنا ما تقدرش تنزل في السنة. وصلنا عند البيت، هنحول بقى الحاجه على فوق عشان احنا خلاص اتسلقنا. لا احنا عمرنا ما كنا ناخد عيال معانا اصلا. الحمد لله احنا غلطنا. يلا اهي اخيرا بتمسك الخرطوم اهو. ما بتعملش حاجه في السجاد. بس ايدي عامله ازاي بالغسيل؟ ما بتعملش حاجه في السجاد غير ان هي تمسك الخرطوم. اهو انتوا جيتوا على سهو اهو، ماسكه الخرطوم وانا مش ماسكه الخرطوم. ما بتعملش حاجه وانا غسلت السجاد كله. حط ايدك جنب ايدي وشوف ايد مين اللي باين عليها، والنبله انت حاطط ايدك. ما انا كنت قاعد انت. والنبله انت حاطط ايدك. طب استنى اشوف انهي ايد اكتر. لا اهي اهي. ايد مين اللي بايشه ولا مش بايشه؟ ايد مين اللي اشتغلت؟ اهي والله باي اهو بايشه والله. احكموا انتوا مين اللي غسل السجاد. ايه ده؟ صدقي ايدي ابيض من ايديكم. والله غسلت السجاد كله اهو واقف اتصفر وفي في البلكونه. والله انا اللي ضحكه، انا اللي ضحكه السجاد هو قاعد يصطف في شيء. يعني ما كنتش بعمل معاكي؟ لا عملت. اتقي الله اتقي الله، ده احنا واقفين جنب انبوبه. انا هو اللي عملناها مره، بس انا كنت بضحك وهو بيصطف وشي ويلم ورايا. طبعا احنا بنصور السجاد لان احنا ما ينفعش نجيب الكاميرا علينا، لان احنا مبلولين من الاخر يعني. لا مبلولين من غسيل السجاد، ودي اخر سجاده فجبنا اخرها. نعمل اسرع عجله في التاريخ المكرونه بالكفته لحد الريحه. ده هو كمان علشان خاطر احنا الوقت بيداهمنا
فلازم نقضي اليوم كده اي حاجه مش هنمثل بقى حاجه كده عشان كده جبتها. اه هي بس احنا بنعملها مع بعض الخطه بتاعتها عارفينها. اه احنا بنعملها جنب المكرونه تبقى اكله جميله فعلا وسهله وسريعه. ادي المكرونه حطيت ملح وزيت. اه اكله سهله وسريعه مع شويه الشوربه. ده شكل اكلتنا بعد ما وفاه حطت عليها الكفته والمكرونه. الله ينور يا وفاه. اكله سريعه وسهله ما بتاخدش 3 ثواني. اه على طول. اه من الصوص كام وكمان حلوه يعني مش اللي هي سريعه وبس. لا طعمها حلو. اه بالذات لما تبقى حراقه. كفته بقى لما تبقى جغرف بخليها على الوش عشان تديها منظر حلو. زي ما انتم عارفين مفيش سجاد والسفره عليها حاجات والدنيا مكركبه فلازم نعدي اليوم. زقوا معانا اليوم وهنفطر هنا كده في حضن بعض على المسند الصغنون ده لان جاهز اهو عصير ما لحقناش نبل بلح اللي كنا بره طبعا. الشوربه دي حمدي جابها جاهزه وعملها كده. دي شوربه جاهزه شعريه والاكله اهي. بصوا يعني اكله سهله وسريعه انصحكم ان انتوا تعملوها لانها منجزه حلوه. اليومين دول هات المعالق بقى. المعالق ايه؟ شوك شوك معلقه. هلا هنفطر بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه في الشقه. ولعنا بخور بقى بعد الفطار علشان نتشجع كده نقوم نخلص اللي ورانا. انت كده هتنيمني. اه كده نيمك ليه؟ ريحه البخور دي يا ريت. اه بسم الله وحوي يا وحوي في اخر الاخر رمضان. طيب انا مزيكا بتاعت المطبخ لان السلسله بتاعتها اتخلعت من قبل ما نستخدمها اصلا. دي يعتبر تاني استخدام ليها. في مره استخدمناها امبارح فعجبتني وريحه البخور اللي جايبينه من اسوان ده جميل. علشان نتشجع ان احنا نكمل شغل البيت فقلنا نولع البخور ده. بس قبل ما نعمل شغل البيت عايزين نوري الاولاد الحاجات اللي جبناها عشان احنا جبنا لهم الحاجات اللي ناقصه. طيب ماشي نجيب لهم. اه فاحنا جبنا لهم لبس العيد اللي ناقص. اه لسه ما شافوهوش نوريه لهم بقى. لبس العيد دقيت لبس العيد. فرحانه ما انت قلتش كده الجزمه بس هي اللي ما كانتش جايه. لا هنوريهم الاول هدوم محمد وجمال بعدين الجزمه. طبعا انتوا لسه شايفينهم الافنديه كانوا قاعدين. اه محمد وجمال بقى محمد. واو حلو يا محمد. يا رب يطلع مقاس. بحب اللمه. طب اوقف كده ماشي. شياكه شياكه يعني مش اي كلام. طبعا ممكن تحسوا بصدى صوت شويه لان طبعا السجاده مش موجوده ففي اكيد رجه في الصوت شويه. حلو يا حمدي لاقيين على بعض. اه اختيار حمدي القميص ده اختياري ده ده ذوقي. اه اختيار حمدي جميل. ايه رايك يا محمد؟ جميل تحفه. تعالى يا بلال. انت يا بلال هيعجبك طقمك. طبعا بتاع بلال جميل برضه بس الولاد دايما. لا بس هو دوت انت اخترتيه وانا قلت لك ماشي. اخترت. اه بس قلت له ان نخلف لمحمد ما يبقوش الاثنين زي بعض. بس كده عليك. بس شكل الشورت كبير ما يستر. لا مش كبير هو مش شورت اصلا. اه برمضه. ارفع كده جسمك يا بلال. واو جامد. ايه رايك يا ندى؟ بص دي بتبقى كده. تعرف ندى دي انا ده كده ودي بتلبس على البطن. هتلبسوه ان شاء الله اول يوم العيد ان شاء الله. هفسحكم ما تقلقوش. هو في حظر اه بس هفسحكم على طريقتي. هفسحهم في الشقه على طريقتي. هفسحنا كلنا. اه هفسحهم. دي شنطه والبتاع. دي شنطه تعمل فيها العيديه ان شاء الله اللي تاخدها. العيديه اللي انت مش هتعرف تاخدها لان مفيش حد هيجن ولا احنا هنعرف نروح لحد. بس المشكله ان قافلين الطرق محدش عارف يروح لحد اصلا. اه مش عارف عيد غريب. الحمد لله. ايه رايكم طعم محمد وبدال حلوين ولا ايه رايكم؟ اه قولوا لنا رايكم برضه. احنا بنوريه لكم عشان تقولوا لنا رايكم مش عشان نوريكم خلاص. لا تقولوا لنا رايكم برضه لان رايكم حلو. انت جبتي هدومك خلاص. لان انت قلت لي على فستان ندى في فستان كان قصير قلت لي على فكره كده عجبتني هنفذها لها ان شاء الله بس لما انزل. بص بقى تكمل طقمكم انتوا الاول بقى. دي طقمك قيسها كده يعني دي هتبقى على قدك مع الطقم ده. بص بين الحزام ازاي؟ لايقه مع الحزام. بالظبط. ودي بتاعت بلال؟ اه دي بتاعت بلال. وبصوا لايقه برضك مع اللون ده. لقيتها لايقه مع الحزام. زيتي، لونها زيتي. من نفس النوع بس فرق ده الزيتي وده. احنا برضو ما خدناهمش معانا. اه. بس شفنا مقاساتهم، شفنا مقاساتهم من عندهم. اه البنات. اطمنا على مقاسات الاولاد وهدومهم عجبتهم الحمد لله. ايه يا وفاء؟ مستعجله؟ مستعجله. فرحانه النهارده اللي فرحانه. تعالى بقى. لبس العيد ده من الطقوس ما ينفعش ان احنا نغيره. ايه شكلها عجبتها تعمل حاجات على الفستان بالكوافير تبقى 100 100. كوافير ايه يا لهوي مش كوافير للكبار قافل. يا خساره كوافير قافل. خلاص انا اعمل لك انا كوافير زي دي. يلا على قدها احلى من ديانا. احلى من ديانا. ايه احلى من ديانا. اي خير احلى من ديانا. ديانا لو سمعت اسمها كده هتزعل. هتغير اسمها. حلو قوي رقيقة. ايه رأيك؟ رقيقة عليها تليق مع الفساتين. تليق مع الفستان جدا دي. بس ده كنت هجيب لك موديل زي ده بس ما لقيتش مقاساتك بس ده. واو واو زي كده عارفة؟ ميسي. اه هيليق بردك مع الفساتين ان شاء الله. كمان فيها صوص.
طويله ليه مع الفساتين القصيره؟ ايه رايك؟ جميل على قدك؟ الحمد لله حازم ما قصتهم. الحمد لله. ايه في قصه كده؟ شوف شكل فجلك وفعلي البنطلون شويه يا سيدي. جميل. يا سيدي حلو قوي برده وهليق على الفساتين بتاعتك. على الفساتين حلو. ايه رايك يا بلال؟ مبسوطين؟ يلا بقى نكمل بقى شغل الشقه بقى وخلي عندكم دم. عايز المفروض نخلي عندكم دم. مش هيعملوا معانا حاجه. هم لا هم يقعدوا على جنب. شغلتهم معانا ومساعدتهم لينا ان هم يقعدوا على جنب. ما يجيبوش حاجه. اه بالظبط كده. مش الحته انت قاعد يا عم تعالى على القهوه. ما تقعد يا عم. على طول مجزوره. هنعمل حاجه بقى عشان نبقى نحطها في الدرابيش. اه ان شاء الله. نخش بقى نعمل اوضه مين؟ اوضه البنات بقى لها كتير مركونه. لسه لغايه دلوقتي بيناموا مع الولاد. كنت هفرشها بس قلت هتتدهوا اللي انا عايز ازودها تبقى في العيد كده. بالظبط. لا هو كانت فكره حد برده من التعليقات. قال لنا ما تفرشوش الاوضه دلوقتي. وفعلا الفكره دي عجبتنا جدا. احنا جايبين لها سجاد جديد قلنا يبقى السجاد كله مفروش نضيف مره واحده بدل ما نرجع لسجاد. احنا غسلنا السجاد زي ما قلنا لكم مستنيينه ينشف فهنبتدي فرش. هيكون الصبح ان شاء الله يكون البيت بس عندنا السجاد الجديد للاوضتين بتاعت الولاد والبنات هنفرشها ان شاء الله من غير مقاطعه النهارده. ان شاء الله. يلا بينا. ندى متحمسه جدا عشان اوضتها طبعا يا جدعان. نسيت حاجه مهمه. مش حاسين ان انا نسيت حاجه ناقصاكم؟ اه طول يا بنتي. اه لا حاجه كمان كنت طالباها. كنت طالبه ايه؟ كنت طالبه ايه؟ قولي قولي. مكياج اطفال. مكياج؟ انت عايزه مكياج؟ كنت طالبه. عايزه مكياج ليه؟ تعملي بيه ايه؟ بتشاور. انت فاهمه مش حافظه ولا فاهمه ولا والله العظيم بتخش على التسريحه عندي محرماني احط حاجه اسمها بنيه. انت شفتي يا مهند ايديها ازاي؟ على فكره الدرع وقع شكلنا هنظبطه كمان شويه. وحرف الايه بتاع وفاء وقع وشكلها كده ايه؟ لان احنا لازقينه بدبل فيس مش عاملينه بمسامير بس كده كده هنظبطه. فالحر الحر يعني سيح اللزق. نفسك تبقي زي مين؟ مين؟ ديانا. اشمعنى ديانا بقى؟ عايزين نفهم اللغز دي يعني ليه؟ عشان بتلبس فساتين كتير؟ انت بتحبيها ليه؟ كتير. بتحبيها عشان بتلبس فساتين كتير؟ بتحط ميك اب؟ انا عارف بتحبيها ليه؟ ليه؟ عشان هي بتحب الاطفال الصغيره. هي صغنونه قوي على السودا. بس اشمعنى ديانا؟ ما في اطفال كتير بتتابعهم. لا في معلقه معاها ديانا بس مش عشان هي عندها ميك اب. يعني ممكن عشان ممكن الميك اب. لا هي ممكن عشان عندها الحاجات اللي عندها ميك اب. يعني انت عايزه ميك اب زي ديانا؟ عشان هي كل مره تجيب. طب هو الميك اب بتاع الاطفال ده بيبهدل الدنيا ووش وحاجات؟ لا المفروض انها بتبقى حاجات خفيفه تقريبا. لا بيبقى خفيف قوي يعني زي بتاع الكبار زي بتاع العرايس كده؟ اه مرسوم عليها عرايس والحاجات دي. بس العاب بقى. بس العاب بقى. طب اجيبهولك؟ ها؟ هاتي بوسه. طيب اجيب لك مكياج زي ديانا؟ هاتي بوسه. بتديني رشوة. بتديني رشوة. المكياج بتحط فين؟ بتحط هنا بس؟ في حاجة تانية بتحب تحطها فيه. الروج؟ الروج. كمان في روج مكياج الأطفال؟ احنا مش اطفال يا جدعان. ونيجي بقى للاوضه اهي لسه زي ما هي بحطت ايريكو اللي اخر مره شفتوها فيها. ما عملناش حاجه غير لما قلنا ندخل في تجهيزات العيد. عملنا زي ما انتم ما قلتوا لنا. انتوا قلتوا لنا ان احنا نحط الدولاب هنا ونحط المكتب هنا. فعملنا زي ما انتم قلتوا لنا بالظبط. ماشي فعلا كده بقت احلى. لان لما نيجي ندخل الاوضه كانت الدولاب كان هنا طويل واقف في اول الاوضه فكان مضايق يعني مزاحم من المكان. فكده بقت منظمه اكتر. والسعيد الله ينور عليكوا حبايبنا. منظومة. عشان كده احنا بنسالك. عشان كده والله بنسالك. ماشي. فاحنا المفروض دلوقتي ان احنا هنغير الستاره زي ما قلتوا لنا برده. هنجيب الستاره بتاع اوضه النوم بتاعتنا لان انتوا قلتوا ان لونها هيبقى لايق على السراير اكتر. لا هم ما يعرفوش مش فاكرين بتاعت اوضتنا دي اللي انا قلتها. لا في حد كتب في التعليقات غيروا الستاره. غيروا الستاره بس ما يعرفوش ان بتاعت اوضه النوم بالصدفه انا اللي شفتها ولقيتها. طيب ماشي ما كتر خيركم. هي الستاره مش لايقه خالص. هم اللي قالوا غيروها بس انا اللي اكتشفت بتاعت اوضه النوم لايقه. بالظبط. طبعا هنا ما فيش تكييف. التكييف مش راكب هنا واحنا ما عندناش تكييف اصلا في الشقه. بس في مروحه لان طبعا الجو حر. لان احنا الشقه للاسف الشقه بتاعتنا دي قبلي. الجو حر جدا مع اننا على مصر لف داير ما يدور سبحان الله ومفيش حد حوالينا بس مفيش هوا بيجي لنا خالص. يعني بصوا احنا موجودين في مكان عامل ازاي ومع ذلك الجو حر جدا مفيش نسمه هوا. الستاره بتخرج لبره يعني الهوا بيزقها لبره اكنه بيشفطنا مش بيجي علينا. فالجو حر ما علينا. المهم ان احنا مش مشغلينها عشان احنا متاخرنا
مش مشغلين مروحه علشان الصوت ما يبقاش مزعج ليكم. هن دلوقتي المفروض اول حاجه نعملها نغير الستاره، هنجيب بتاع اوضه النوم ونودي دي في اوضه الاولاد، واوضه الاولاد في اوضتنا هتشوفوا كده تغيير شقلبه كده. اه شقلبه انا جت في دماغنا لما لقيت الالوان مختلفه. يعني طبعا العيال قاعدين بره ساكتين على مستنيين طبعا اللحظه اللي هيدخلوا فيها الاوضه اللي هم البنات. طبعا اهم حاجه هم البنات اللي مستنيين اللحظه دي. واحنا عاملين لهم مفاجاه، الفرش جديد والملايات جديده وحاجات جديده كلها. اه الاوضه كلها تبقى جديد في جديد ما عدا الدهان، ما لحقناش ومفيش وقت ان احنا ندهن. اه دي لونها لايق اكتر فعلا، ما شفتهاش الا مره واحده تقريبا او مرتين، فمش فاكرين مش فاكرين لما دي بتاعت اوضه النوم لقيتها لونها هيبقى لايق مع بتاعت الباليه. هات بقى اللي على الوش دي، ودي هتليق مع اوضه الولاد، وبتاعت الولاد هاخدها انا حتى لو مش هتليق على اوضتنا هاخدها مره. اطلع من هنا، امسك السلم، امسك السلم لقع. ربنا يستر، لو الشباك مرت استر يا رب. هو انت كمان هقع تحت في الشارع؟ على فكره الناس قالت ان الاختلاف ما بين السريرين، في ناس قالت صح وناس قالت غلط. الاختلاف مش سرير كبير وسرير صغير، لا القماش تنجذب في ظهر السرير ده، واحد غامق واحد فاتح. شفت بقى؟ بس في ناس قالت صح، لان المفروض ان الاوضه دي بتتباع لان هي بسرير واحد. سرير واحد. احنا طبعا علشان الاوضه عجبتنا فجبنا سرير شبه السرير اللي فيها. انما الاثنين نفس المقاس وكل حاجه. بس اوحش حاجه في الاوضه دي ان هي بتتباع في التسريحه. لما انت بزازه الخشب لما عامل خشب ماشي. ولا نفرش يعني ننزل المرتبه الاول وبعدين نلمع، ايه رايك؟ ماشي عشان نلمع ونفرش على طول. ماشي يلا نبتدي بالدولاب السريع. طب انا مش هفتحها بقى لما تنضف. هو دي مفيش حاجه بس انا قاعد يعني انا اصلا مش هو بقى الغرض ده هاته؟ لسه بصلي كده محتوى الغرض. ده ممكن تيجي كبيرة؟ لا طبعا، هي على قد بالظبط. ايوه يا سيد، مرتبة يعني. ايه على قد السرير بالظبط؟ لا ودخلة جوايا. اه. يا ولد ايه؟ بس نكون حاطة المعلومة عليا اللي هي الشتوي اللي هي بتتحرر ولا حاجتين. هي شتوي زي بعض؟ لا. مش كده؟ بتبقى ناحية شتوي. طب نشوف دي. شوف دي بدل ما نفك دي تاني. اه ناحية بص ناعمة وناحية خشنة. انت شفتها ازاي بالمشمع؟ انت بتقلفي؟ نفك المشمع الأول. أصل أنا فاكرة إن كان في ناحية وناحية المرتب بتاعتي، معرفش دي زيها ولا لأ. خد على قد المرتبة بالظبط. حلو. هو ناحية وناحية. والله؟ والله العظيم دي بص ناعمة ازاي ودي شدة. صح؟ أنا متخيل صح؟ حاسه هنا كان فيها مشمع. بص مش ضغط دي تحسها قطن شويه. هي تهيألي تهيؤات من الحر معلش. والله مرتبتنا كانت كده، كانت ناحيه من ناحيه. طب انا هوريها لكم علشان هي ايه شكاكه. قلبها هتلاقي واحده كده من مصر. بصوا انا هوريكم دي، ركزوا معايا ويا رب بس ايه وضوء الكاميرا يبين اهي. بصوا سيلفر شويه ماشي. هنقلب الناحيه الثانيه بقى وركزوا كده في الخامه، هل هي ولا لا؟ اهي قلت لكم هي نفس الخامه. ما بيسمعش كلام حمدي ده. نفس الخامه هي لازم توجع قلبنا وتخلينا نقلب المرتبه. شيل بقى ده عشان بقى نعمل بيه طياره كبيره. نعمل بيه طياره بعد العيد وعليك خير. بعد العيد ما هنلعب بيها في ايه؟ ما هنعمل بيها عامل واحده في العيد ونلعب بيها. هنبقى فاضيين، احنا ورانا حاجة غير اللعب. خلاص كده هنلمع بقى. كده شكل السراير بعد المراتب. هبقى أعمل بإيه هنا؟ هعمل الإزاز، ملمع الإزاز عندك. ده؟ اه، خد فوطة أهي. تصدقي حلوة الفوطة دي؟ تجيب المراية إيه؟ سيراميك. صغيرة. فاهم؟ صغيرة من بعيد. صغيرة من بعيد إزاي؟ وأنا شايفها مش صغيرة. من بعيد بقى بص من بعيد كده، صغيرة. عايزة واحدة تكون ناعمة شوية. لكنهم هيتجوزوا. والله لكنهم هيتجوزوا. اه بس هنجوز. طهاراتك بقى وكلورك وصابونك وكل. خلاص كده نضفنا الارض ودي كده المفارش. دي اسمها ايه؟ حفظة بتاعت المراكب.
دي حافظة المراتب، كنا وريناها لكم على الانستجرام مرة، الناس اللي بتتابعنا على الانستجرام شافوها. وانت البرف ما بيدين بالصوح من هنا ما يعديش منها المية، حلوة بتلبس في المرتبة على قدها بالضبط، يعني كده هنشيل المرتبة تاني حمد. اه هي بتغطي المرتبة خالص. اه بتنزل تحتها تلبس فيها كده. مش كده يبقى احنا هنشيل المرتبة تاني. هنشيل المرتبة ونركبها. عشان نرفع ناحية نلبسها وننزلها تاني. مليان كله جديد في جديد علشان ايه؟ لا هو تركي. لا علشان مش قصه تركي، احنا قلنا جيت خامه كويسه تعيش سلك ازاي؟ بس لقيت العدس ما فيهوش الا خضاديه وارجع اجيب مخدات لوحدها يعني. في ممكن حلوه؟ لا هذا ما فكرتش. مش عايز اقطعها. ما انت فكرك انا اللي بقطعها؟ انا فكرتك. طيب. قلنا خدت معوده. كم قطعه؟ هما مليتين ومخدتين وخضريتين. الخدة؟ ايه ده لايقة على السرير. امال انا هختار اي حاجة خالص. الستات دول عليهم حاجات. هو كويس ان الواحد يركز في التفاصيل. بس اوقات ما بركزش لما كل حاجة قدامي فرصة ان انا اركز في التفاصيل بركز. مفيش وقت بقى والحاجة دي مش جاية مع عندي فاللي هو شغال اي حاجة. ليها عدلة الملاية؟ اه. اوه خطيرة. استنى كده رش ولا بدأ ارمش. لا هنزل ليك ميكوش احرق مفجأة. يلا فرش. كده شكل السراير مع الستاير. مع السراير، ما انا قلت السراير مع الستاير، هتقولي السراير مع الستاير، ما هي هي. حالا دلوقتي حالا دلوقتي هتنزلوا تحت الفيديو تضغطوا لايك للسراير الاسطوريه دي، سرير وفاء وعليه رسمه وفاء اهي، شبه وفاء بالظبط. وده ندى زي ما هم اختاروا في الفيديو اللي فات اللي قلنا لهم فيه على على السراير دي. اه شكلهم جميل. السجاد ده ندى اللي مختار السجاد، هيعجبكم ذوق ندى. السجاد؟ اه ندى اللي اختارته والله. طيب ماشي، هنشوف بقى السجاد دلوقتي هنفرشه عشان نشوف الشكل النهائي ونجيبهم بقى علشان خاطر نشوف مفاجاتهم هيحسوا بايه ومشاعرهم هتبقى عامله ازاي لاول مره في حياتهم يبقى ليهم اوضه مستقله. اخيرا خلصنا. عايز اقول لكم والله العظيم تعبنا تعبنا والله، ونستاهل ان انتوا تضغطوا لايك. لا بس النتيجه طالعه تحفه، تعبنا فعلا ما راحش على الفاضي وهتبسطوا ان شاء الله. اه احنا كل اللي بنعمله ده علشان خاطر حاجه واحده بس، اللحظه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي اللي هي لحظه لما اولادنا يفتحوا عينيهم على الاوضه اللي هم اتمنوها وقالوا نفسنا في اوضه لينا لوحدينا كبنات. فعلا ندى مش صغيره، ندى كبيره وبتعرف تتكلم، وكلمتني اصلا بعد الفيديو كمان اللي انتوا شفتوه وقالت لي انا فعلا نفسي يبقى ليا اوضه وحدي وخصوصياتي وحاجاتي ومحتاجاتي. فندى انا يعني ربنا يخليها كده ندى كبيره وعاقله وتستاهل، هي ووفاء، لان هم يعني بنات عسلات كده كده جامدين. بس هي ما شاء الله عليها يعني عرفت حقوقها وطلبتها جدعه. بالظبط. طبعا احنا معلش عرقانين شويه وتعبانين لان طبعا الجو حر اليومين دول، فاحنا هنروح دلوقتي المفروض ان احنا جهزنا لهم مش اوضه بس، في حاجه جهزنا لهم هم نفسهم فيها، فعلى قد ما نقدر حاولنا ان احنا ايه نعملها. دلوقتي هنروح دلوقتي عشان نعمل لهم المفاجاه، يجوا يشوفوا الاوضه بعد ما خلصت. فاحنا هنروح نغمي عينيهم ماشي، عشان يغمضوا يلاقوا نفسهم في الاوضه اللي احنا تعبنا فيها عشان الفرح، ونيجي نخليهم يفتحوا عينيهم جوه الاوضه وانت هتشوفها معاهم. بالظبط. يلا بينا. قاعدين مستنيين على نار، مستنيين على نار. انا هغمض لكم عينيكم عشان تخشوا تشوفوا المفاجاه. جاهزين؟ جاهزين. يلا. اشمعنى غميتي وفاء الاول يعني؟ طبعا انتوا لكم مفاجاه برضه، بس المفاجاه دي للبنات. اه المفاجاه بتاعتكم لسه. اه بس انتوا مش معناها كده مش هتشوفوا، هتشوفوا بس ايه يعني. اه لما نشوف مفاجاتهم هم بعد كده مفاجاتكم انتوا. ماشي يلا بينا على الاوضه. يلا يا وفاء. يا خايف مني. استنى محدش يفتح عينه. محدش يفتح عينه. محدش يفتح عينه. اه بيفك كده. محدش يفتح عينه. قفلنا الباب. الطرحه هتتفك بسرعه. الطرحه بتاعت وفاء. هنعد نقول واحد اثنين ثلاثة. ايه رأيكم؟ عجبتك؟ بس الجد اللي انت اخترتيها؟ جميل قوي. ايه رأيك في المراية؟ جميل. ايه رأيك يا وفاء؟ ده الشكل النهائي لغرف البنات.
مفيش زغروطه يا ندى؟ مفيش زغروطه؟ مصدومه مصدومه. السرير بتاعك فين يا وفاء؟ السرير بتاعك فين؟ عليه ايه؟ طماطم اهو اللي انت بتحبيها. ماشي؟ ده ايه؟ الله عليك يا الله. لايك حالا لوفاء اللي عرفت المصحف علشان خاطر وفاء المفروض ان هي ايه صغيره. قولوا لها بس طبعا تقرا معانا وصلت معايا. شاطره يا وفاء صح؟ مش انت بس اللي ازدان وصلينا سوا؟ عسل. ايه رايك في الاوضه بتاعتك بقى كده؟ جميله قد ايه؟ في حاجه ناقصاكي؟ عايزه حاجه تاني؟ نفسك فيها النهارده تاني؟ بصي صدرها عليه بطيخ لان كفيتك بطيخ. مبسوطه قوي. هنا المفروض ان احنا هنجيب لهم بقى المكياج اللي احنا قلنا لك عليه. هنجيبه لك هنحطه لك هنا كده. التوك ان شاء الله هنحطه هنا كده. التوك وفي مفاجاه كمان على فكره نصيب بابا اللي يقول لكم عليه. المفاجاه دي ان احنا اديناكم الدرع ده هديه، درع القناه بتاعه حمدي وفاء في البيت، لان الدرع بتاع عائله حمدي وفاء اللي هي القناه بتاعه الاطفال ما جاتلوش. مستنيين نفسهم فيه عشان ما شفتهوش. فده كده هيفضل في اوضتكم. هيفضل في اوضتكم على طول. ماشي. ده الدرع بتاع ال 100,000 قناه حمدي وفاء في البيت. اهداء مني ومن امك علشان انتوا يعني كل حاجه بنعملها بتبقى ليكم. بتبقى ليكم. احنا اصلا كل ده بنعمله عشان والولاد هيبقى ليهم الدرع الثاني علشان ما تحرقش المفاجاه عشان يسمعوه. ما هم مش هيسمعوا. احنا عايزين نخلص اوضتهم برضه وهنفاجئهم ان شاء الله. بس اما نخلص هنعمل بقى الاوضه بتاعت الولاد. بس ده ما يمنعش ان احنا نجيبهم يشوفوا رايهم برضه في اوضه البنات. ماشي. ايه رايك؟ نجيبهم يشوفوا رايهم. المهم اللي عقول الاوضه عجبتكم. اهم حاجه انتوا دلوقتي الاوضه عجبتكم. على فكره انا نفسي قعدنا ننفخ البلالين دي فرقعت كتير والله. احنا كنا نافخين بلالين كتير بس فرقعت. عشان كده لا الجو حر فالهواء اللي جوه البالونه بيتمدد فالبالونه بيفرقع. ان شاء الله هنجيب لكم ايه؟ البالونه صوت الفرقعه. مبسوطه فرحانه ودرع اليوتيوب بقى بتاعك عماله ترقص تتنطط عاوزه تشوف الاوضه. يلا مبروك عليك يا ندى. اهم حاجه الاوضه دي دلوقتي من دلوقتي مسؤوليتكم نظافه وترويق وملايات. بس انا واثقه ان هم اوضتهم نظيفه على طول. انا واثقه من ندى. هجيب لك سبت الغسيل تحط غسيل كل واحده فيه مش نظيف. والباسكت هيبقى موجود. كل يوم او مثلا كل يومين. زي العنبر كده يعني. هو ايه يعني احنا زي هنبقى زي ايه؟ هستلم منكم كل واحد غطينا. تدونا الوسخ نديكم نضيف. نفسي انام وضعته او نامي يا امه. نامي اطلعي اطلعي. سبت غسيلي واحد ليا لا هو واحد للاوضه دي وباسكت زباله عشان لو في حاجه في ايدك تحطها في الباسكت. عايز الاوضه تفضل نضيفه على طول. في حاجه واحده بس انا عايزها منك او من وفاء خدمه دلوقتي. طبعا انتوا عارفين ان مفيش مكان للكمبيوتر بتاعنا اللي هو ايه بنعمل عليه المونتاج بتاع القناه. فطبعا زي ما انت عارفه يا ندى مفيش مكان للمكتب ده في اي مكان في الشقه. حلو. هتستضيفونا عندكم هنا في الاوضه. فتحبوا ان انا انام على السرير ده ولا انام على السرير ده؟ لا انت هتنزل هتنام. ما هو امال مش انا دلوقتي هقعد في الاوضه؟ افرض حبيت انام، انام على السرير ده ولا انام على السرير ده؟ انا انام فين؟ هتنيموا فين؟ هو هتستضيفوه فين؟ يعني في اي حته يعني. لا انت اختاري لي مكان. اختاري لي مكان انام فيه. انا دلوقتي لو حبيت انام انام هنا ولا انام هنا؟ ايه رايك يا وفاء؟ ينام فين؟ بابا صريحة صريحة. وانت يا ندى رأيك ايه؟ برضو انا عمالة افكر ينام هنا برضه. هتضحي انت كالعادة يعني؟ ندى بتضحي طول عمرها. اديها بوسة بدالي علشان انا ماشي. اديله فرقعة. بالونة فرقعت من حرارة المشاعر يا جماعة. ندى العسل. ندى قلبي والله. يلف القمر عشان انت بص ولا كده. انت لازم تفهم ان ده لازم. ندى حبيب قلبي. ما قلت لك يا حمدي بقى خلاص عجزت انت. عجزت. خليتيني عجوز. نورتك. قال لها ودي مالهاش نفس. لا كده ايه ده وفاء هتزعل. قلبي حزن كبير. لا كبير ده صغير ده كبير قوي. شيليني بقى شيل. ها يا عم عارف. المهم ان هي قالت لك مش هنايمك على السرير من الاخر يعني زباله واطيه.
يلا يا رب نكون مبسوطين يا رب. يلا نجيب بقى الولاد يشوفوا ايه رأي الولاد في أوضة البنات. يا بس مش هنطلع لهم بقى نجيبهم على طول. لا ما هم دول كده كده مش مفاجأة ليهم. يا محمد انت وبلاد احنا عايزين نشوف رأي الولاد في أوضة البنات. يا مش... ايه لا تعال هنصوم تعال بص بيبص على الاوضه بتاعتهم قبل ما يجوا هنا لقوها شبه زي دخليهم دخليهم عشان يعني ان هم يروحوا اوضتهم لقوها حاجه ثانيه بالدور بالدور خش خش يا ام شكلهم ايه بيحب البنات لا انتوا كده مش فير اتكلموا بصراحه تعالى هنا قول رايك جميل قوي لا وفي حاجه كمان هو عمال يقول في سيرة الحمد لله عشان هو نفسي يبقى واد زي دي ولا نفسه ان هو يخلص منكم هو بيحب لوحده برضه صح بيحب عينيه مره قبل كده بقول له لو جبت لون هتبقى ولد ولا بنت يقول لي ولد مش عايز بنت إيه؟ انت عايزه ايه عايزه بنت وتنامها معاها هنا نونة يعني نفسها في نونة بنت يعني عايزه بنت اختك ولا بنت الجيران ولا عايزه بنت مين ننتي. يعني نجيب انا وماما نجيب بيبي ها انا بقيت عجوز بص ندى بقت تقول ايه ما شاء بس عادي لو انتوا عايزين ممكن نجرب يعني لا لا كده رضا انا نفسي ارمي من تاني المهم رايك في الاوضه احنا دلوقتي استني بس هسالهم بس دلوقتي الاوضه بتاعتكم احلى ولا اوضه البنات احلى هما صريح قوي ما انت لسه ما شفتش اوضتك ده انت اوضتك او ساعمل الاوضه دي لسه هنظبطها ومربعه عن الاوضه دي ماشي وخامات احلى من الاوضه دي كل حاجه احلى من الاوضه دي اللي هو ايه ده الصدمه زي ما هي لسه الاوضه شكلها زي ما هي لا لسه هنغيرها الاوضه بتاعتكم جديده مش قديمه بس احنا لسه جايبينها السنه دي ما عداش عليها سنه انت يا ابني مالك كئيب ليه كده مالك الواد بيضحك من ورا قلبه فيكم لما ينام في سرير لوحده هتحسوا بطراوه كده هتحسوا بطراوه انا هرتاح كمان علشان كل ما اجي انام يقولوا لي انت عاوزه تنامي حلوه ازاي يقعد يقولوا لي كده وانا بزهق وما كده قدامي تقومي تعملي انت عايزه براحتك انت كده بس اهم حاجه الاوضه مسؤوليتك انت ايه رايك في درع اليوتيوب بتاعنا ده شفتوا درع اليوتيوب شفتوا درع اليوتيوب بتاعهم ده بتاعنا لا ايه عشان هو مش معطيك في الصاله يعني ايه لا ما هو احنا جبناه من الصاله واديناه لهم الصاله بس اديناه مش انتوا كنتوا مستنيين درع القناه بتاعكم فاحنا اديناهم ده في اوضتهم يعني واحد ليك وواحد ليهم وواحد لنا احنا عندنا اتنين بس احنا عندنا اتنين يعني لما يجي التاني هيبقى واحد ده يبقى مين يعني انت نفسك في واحد ليكم من الاخر قول هات من الاخر صح هو عارف المهم استنى مفاجاه هو اجابته دي دليل على انه هو عارف ان طالما هنا يبقى في عنده بالظبط كده ده انت حبايبنا برضه فانتوا ليكم هيبقى ليكم الدرع بتاع القناه الثانيه ماشي بس نروح نظبط لكم الاوضه الاول هتطلعوا برضه زيهم كده وليكم مفاجات عندنا بس لما نخلص بس هم عشان اوضتهم كنا مستنيينها من بدري فقلنا نخلصها لهم الاول ماشي يلا بينا يلا اقعدوا بقى بره على ما نخلص خلصنا وخلصنا احنا مطبقين زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو والنهار طلع علينا تاني فمجهود خرافي علشان خاطر الدنيا بتلف بينا عشان نقف عليك عشان نلحق ما هو الوقت ازف فاحنا لازما علشان خاطر قبل العيد نكون خلصنا كل ده المشكله ان لسه في حاجات لازم نجيبها لو النهارده اللي احنا فيه ده عشان خلاص المحلات كلها هتقفل بعد الساعه فاحنا مش حد هيفتح بعد الفيديو ده ان شاء الله هنبتدي نجهز لبقيه الشقه لان ورانا كذا حاجه بالظبط اللي مستنيينه مش عارفين هيجي احتمال يركب قبل العيد هو الراجل مع الشمنه يعني فان شاء الله يعني ما علينا المهم دلوقتي احنا خلصنا الاوضه بتاعت الولاد وهم دلوقتي في لحظه ترقب ومنتظريننا وجبنا لهم الدرع اهو اتحطيناه علشان نشوف احنا عايزين نفرحهم زي ما فرحنا البنات نفرح الولاد بس مش اكيد مش هنشتري لهم اوضه مخصوص يعني احنا بس جددنا الاوضه ظبطناها وخليناها شكلها احسن هنشوف برده رد فعلهم عليها هيبقى عامل ازاي اضغطوا لايك للفيديو ده برده حالا دلوقتي علشان خاطر ايه احنا فعلا تعبنا والله العظيم ما نمناش بكده بقى لنا 48 ساعه يلا نروح بقى نجيبهم زي نفس الحركه اللي عملناها مع البنات نعملها مع الولاد طبعا اللي يشوفكم قاعدين كده يقول ملايكه قاعدين ما يعرفوش ان انتوا لما عرفتوا ان احنا خلصنا قعدتوا صح بس عامه مفيش مشكله متحمسين يلا
يلا بينا ملاك هيطير. اه يلا حبيبتي يلا حبيبي هتروح فين؟ ايه ما تمشي بايديها ولا اروح فين؟ ملايكة يا حبايبي تعال من عمل الوحش بفكر نعمل فيها افتح استنى لا استنى استنى خش استنى استنى مالكم انا ايه اللي كانت اكيد الاوضه ضلمه خالص والله اكيد الاوضه ضلمه خالص طب واحد اثنين ثلاثه ها عجبتكم يعني؟ اه قوي ايه رايكم؟ بقى اللي انتوا عملتوه فينا بقى كنت ضلنا واحنا شغالين طلعنا ان انا وانت عملت تنطط ينفع بقى كده؟ يعني اوضتكم ولا اوضه البنات؟ اوضه الولاد اهي عباره عن الشكل ده ثانيه واحده وفاء وريني برضه للناس عشان ما تشوفوهاش اه صح احنا نسينا نوريها لهم نسينا اصلا نفتح الكاميرا واحنا شغالين فيها قدام الملايات جديده بالشكل الجميل ده وخدت الستاير اللي كانت في اوضه البنات قبل ما نغيرها حطيتها هنا وخدت بتاعتهم وحطها عندنا احنا في الاوضه ان شاء الله اه وطبعا السجاد جديد برضو سجاد بشكل مختلف عن الاول بس لايق مع كان ميكي ماوز والكلام دوت الاول كان كده ما كانش يعني حابينه بس كان هم اللي مختارينه كان هم اللي مختارين الاخضر بس ما كانش لايق مع لون الاوضه ايه رايكم؟ تحفه تحفه عجبتكم فعلا؟ يعني كده مش زعلانين ان البنات ليهم اوضه احلى من اوضتكم؟ لا بزعلانين دي الاوضه دي احلى ايوه احنا كنا مستنيين الجمله دي مين بقى فيكم ياخد سرير البكار ومين ياخد سرير بوجي؟ هناخد سرير البكار هناخد سرير بوجي ماشي طيب هم كويس ان هم كل واحد مكرر كويس جدا بص بقى الكمبيوتر بتاعهم هنا لسه هنغير لهم الترابيزه يا اما هنجيب لهم مفرش ان شاء الله الكمبيوتر لسه المفرش فعلا بتاعه مش قد كده مفرش هنغير لا هنغير الترابيزه هنغير الترابيزه هنجيب لكم ترابيزه كمبيوتر عشان ايه وكمان الدرع اهي حطينا لكم الدرع بقى بتاع قناه يوميات حمدي ووفاء من دلوقتي الدرع ده بقى بتاعكم انتوا ماشي هديه برضو مننا علشان تعرفوا ان في ده تحافظوا عليه ماشي لا مش تحافظوا عليه هو تحافظوا على الاوضه لا ما انا لسه بالترتيب يحافظوا على ده الاول ما يبوظش الحاجه الثانيه الاوضه دي زي ما انا سلمتها للكبيره اللي هناك اللي هي ندى الاوضه دي بسلمها لكم انتوا الاثنين كبار من الصغيرين برضه هنجيب لكم سبات غسيل وباسكت للزباله عشان تحطوا فيه حاجاتكم واستلمها منكم استلم زبالتكم كل يوم وغسلكم كل يوم تدينا الوسخ نديك النظيف ماشي سلم واستلم وتدينا الزباله اديك ال ايه ادي له ايه هيديني الزباله ادي له ايه استنوا بقى علشان نشوف راي البنات في غرفه الولاد زي ما عملنا يا ندى يا وفاء يا ندى تعالي انت وفاء تعالي قولي رايك في اوضه الولاد جميله والله جميله قوي لا والله والله جميله قوي يا وفاء اوضتكم احلى ولا اوضه الولاد الولاد احلى بتاعتهم هم احلى ورايك في فرن السجاد ماشي مع الاوضه اه الستاير كده بقت احلى غيرت خط الستاير اللي كانت في اوضتكم مفيش تكييف هنا في مروحه برضو لان احنا ما عندناش تكييف زي ما قلت لكم في الاوضه اللي فاتت فربنا يسهل في المستقبل ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب تكييف وزي ما انتم شفتوا كده احنا تعبنا جدا والنهار طلع علينا اهو ف وما لحقنا كناش هنلحق نتسحر يعني احنا يعتبر ما سحرناش بس لحقنا كده ان احنا كنا بطيخ مع حته جبنه وكده شجعونا بلايك للفيديو ده وقولوا لنا رايكم في الاوض واللي عملناها دي البنات والولاد على الاوض ودي اول تجهيزات العيد فلو عايزيننا نكمل معاكم باقي تجهيزات العيد بباقي الشقه وصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك علشان اللايكات هي اللي بتشجعنا وبتعرفنا ان الفيديوهات دي بتعجبكم فنكمل فيها وقولوا للاولاد والبنات مبروك ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي يلا مع السلامه مع السلامه كل سنه وانتم طيبين الاوضه اللي هناك انا قلت لها قلت لك ان هي مسؤوليتك انت عشان انت الكبيره بس برضه تعلميها بصي هي بصي واقفه لي عامله ازاي لا ما البنات شاطرين بيسمعوا الكلام والولاد بقى هيورونا شطاره محمد وبلال انتوا الاثنين الصغيرين هو تحدي بعد كده هنشوف اوضه مين الاحلى اللي هتفضل حلوه اوضه البنات ولا اوضه الولاد ولو في اوضه اتبهدلت هقول اطلع اقول لهم طبعا هم هدومهم مبقعه لان كانوا بياكلوا بطيخ فما لحقناش نغير ما رضوش ينام والله لغايه ما يشوف الاوض مستنيين الاوض وكانوا فرحانين التصوير في رمضان صعب صعب ومجهد خلاص الحمد لله الحمد لله نشوف بقى الرؤيه هتبان النهارده سلام طيبين مع السلامه تحط اللايك